انا ابو كاتم واقول له احد افراد اللي بيعملوا معك استقلت من عند ابو كاتم، ضيعوا العهده بتاعتهم. استقلت اجيب لك 10 مثل دي. لا يا عيال اجيب لك 10 ابو انا استقلت يا محكي. الحين انا مدير السجن. بقى انت شايل العصايه دي ليه؟ حبيبي سلمان انت تشتل دي ودك شايل هيك العظمه تو يا رجال. اقول لك حاجه حلو زين تغير. اسمع حبيبي حلو سامع انا مرتاح على جسمك طال عمرك احسن من ما شاء الله لحم حذو في مين لحم حذو في يسار. انا؟ ايه ما بسمين انا وين الا ما شاء الله تبارك الله. صدق بدر تقول رز ابو كاس 25 كيلو ايش 25 شوي بعد 25 يعني وزنه 25 حلو. لا والله صدق بدر انك كنت يمكن مثل نقص 25 كيلو. قايل لك رز ابو كاس انت كنت ابو كاس رز ايش اسمه ملك الرز اسف. اها اوكي 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 سوينا اعلان. ها حلو حلو انت برايم حق لك حق لك حق لك لا خلاص ولا شيء حق مرجان خليك جاهز الاسبوع الجاي. وين بنروح؟ وين؟ روح طال عمرك دولة تمشى هناك وش وين؟ وناس طبيعة وين وين؟ والله ما وين نروح؟ وين وين بنروح سلمان؟ مصر. انت وش تحب؟ تحب طبيعة؟ مصر ان شاء الله بنجي على قد كنا. لا احنا نبغى شو اسمه؟ تبي نيوزيلندا تبي دولة رخيصة قروش اندونيسيا وش تبي بس؟ يا اخوي لا تفكر بالقروش يقول لك اندونيسيا همك انت فلوس. لا يعني على حسب كم كم رحلة تتكفي على حسب دراهم. طبيعة اطلب من ريال ل 10 ريال يعني مثلا شوف تروح لندن مثلا ايوه اسبوع بكم؟ ايوه لا المبلغ اللي يوديك لندن اسبوع يوديك اندونيسيا مثلا شهر كم لندن؟ تفرق كم؟ على حسب تقريبا اول شيء تذكر تذكر غالية كم؟ ما ادري اتوقع 3000 وشوي. استغفر الله العظيم احسبها 20000 بس 3000 وين جيبي شغال 3000 بس اي 3000 غير الاكل والمعيشه ولا السكن يعني كلنا كم كم تقريبا وين وين تبي؟ يعني نيوزيلندا نيوزيلندا يعني يا عندي كفي 15 كل واحد 15 يا اخي وش 15 يا ابوي 15 هذه جائزه في القفاريات كامله خذها حبيبي 15 هذه اعتبرها ايش اسمه ملابس لنا اي هذه ملابس ملابس 15 ملابس غيرها يا الراجحي غيرها غيرها قال 15 استغفر الله العظيم. طيب حبيبي انت حدك القصيم والرياض انا اي دوله ابغاها اروح لها روح لندن لندن حلو طيب لندن هذاك حق السفريات احسن دوله ابو جاسم مشي والله في لندن حلو حيل لندن كم تكلف مدتها 10 ايام 10 ايام كم تكلف 10 ايام على حسب مصروفك بس ترى ما هي غاليه مثل ما يقول سليمان شفت ما عندك هي غاليه هي غاليه عرفت اللي يسكن بالسنتر مثلا يعني انت رايح شباب ليش تسكن بالسنتر؟ اسكن برا شوي لو تسكن لا انا بنسكن بالسنتر وين؟ كم وين بس؟ كم صبيك حطامه تعرفه ذا؟ برج حق هو في باريس ذاك صح؟ استعجلت اللي كان شو اسمه مصير كهرب اللي في الرياض ايه كان برج كهرب ايه معروف ايه في سكن؟ لا ما في بس كذا حديد كذا حديد والله جد والله حديد مو بسكن نسكن فيه فلوسنا نسكن والله خذوا فراش خذوا فراش عمرك على طول نجيب شيء ولا شلنا كذا ونرقد حقيقه يعني ليش رافعين البرج هي السالفه مو سالفه البرج نفسه ها السالفه اللي حوالين البرج مع انه ما في شيء ترى في بطه هناك بس انه صار من قبل ايام ايام الستينات انه بلد العشاق يسمونه انه مكان تجمع الزوج والزوج والحياه السعيده مكان رومانسي ما في لا رومانسية ولا شيء اي طبعا قديم اروح شارع التحليه احسن يا رجال والله على الاقل تشوف عرب تسولف وياه هناك ماكو شيء هناك هنا الواحد الزوج يروح لمكه هناك تخاف تحس توه داخل في الاسلام اول ما الزوج يروح مكه ترى بالعكس اطهر بقاع الارض صادق والله اتفق معك اي اطهر بقاع الارض يا رب اجزتك مكه لا والله ايش وجهك يا اخوي لا بس بوم حق ارضه اول ما يتزوج يروح مكه بالعكس يا اخوي احس توه داخل في الاسلام مكه وش تبي غيره؟ ماني بقول ها وش تبي غيره؟ بس فهمني يا اخوي فهمني دقيقه مرجع الواحد يروح مكه يشكر الله انا اروح مكه لا انت قلت كذا يا اخوي خليني اعلمك ليش ليش انا ارفض طيب خليني اتكلم يلا علمك ليش ارفض ليش يروح مكه يا اخوي المريه تو متزوجه ها ما هي بصوب عمره ولا هو بصوب عمره راح مكه على طول عادي بالعكس يا اخوي تروح ترتاح نفسيا
انا ارتاح نفسيا اخوان في شهر العسل شهر القشطه مدري شهر الجبن السلام عليكم. لا لكن لا تقول تقول صفر لا انا بروح يبي يحطني مغلط يحطني على مختي ما اخطيت يا حبيبي لا ما اخطيت يا حبيبي تبي نصيحتك اصلا والله من يوم اشوفك رجع لك اي واحد يجي يدور مشاكل والله العظيم يدور مشاكل رايك ابو فهد ابو فهد انت ابو فهد بعد تتفق معي اللي يتزوج يروح يقول واحد طيب خلونا نسلم على الرجال السلام عليكم السلام لكن المساله من المساله شلونك الشمري هلا بعد هيا ابو فهد خير الله يعافيك العلوم الزبده نرجع الموضوع طيب اسحب عليه ملك كيف شيء التغير انا ما ادري شو هو الذنب انا اشوف افا استغفر الله خلي حليب لكن انا اشوف انه مكه يروح للشهر الثاني اوكي بس بالليل معرس الصباح يعتمد مكي داخل الاسلام مساك الله بالنور والسرور يا قلبي حبيبي والله مو تسمح لي العصا شوي لا 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 افا صاير مشكله يا رجال لا 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 هو برا موضوع لا 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 ابدا ما يلمسه انا بسلمها لابو كاتم شخصيا ما يلمسه وقال لك ايه قال لك كمان ما بشتغلش مع ابو كاتم وما ادري ايه وهذه انا اخذته ورحت لابو كاتم اعطيه واحده صح على مع ظهره حطنا التمر السجن انا شغلتي السجن مين يا رجال ابو فهد زعلوا على ناس عشان نطقطق عليهم ناشيد مكي وسلمى لا والله ما زعلت لا والله داويني داويني يا عبيد الله داويني داويني يا عبيد الله داويني داويني يا عبيد الله تحدي سيري يا عيوني والله حلو والله تصح تراها مرجال يا بدر بدر هلا شوف له قد بدر محمد مكي ليش يزعل؟ ما ادري ليش زعل محمد مكي ليش يزعل؟ ما ادري ليش تزعل؟ عشان نشوده؟ مش زعلان بالعكس والله انا اتمنى واحد جرم يقول لي فرش التراب زيي والله استانس ليش؟ انا مش زعلان لانه يسمع ليش بتزعلان؟ يا اخي بزعلان نزعل ازعجونا بس ازعجونا باصواتهم عشان عشان الحنجره حنجره يعني ما هضمته من صوته يا رجال صوتي مهضوم وتحدى لو نحط تصويت طيب اوكي محمد مكي اخذنا المركز الاول يا بدر سمعني سمعنا داويني 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 يا عبيد داويني كمل 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 تحت سدره كيف لازم هذه جاي فلوة داويني انا واحد معاق لا 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 انا ما ارضى ما ارضى محمد مكي ازين من صوت صراحه محمد مكي هم قاموا يعندون تاخذ عصايتي انا ليه تقبك على الضعيف يا بحق يا حمكي أبد خلاص خذ عصا ما يحتاج هذا عندنا عصا أنا أعطيته دي مكانها أبد أنا لا أعطيته مكانها طال عمرك أي واحد صدق هذه تعور أكثر من ذيك إيه كويس عصا كذا إيه على طول يا حبيبي أصلا الله أبو كاتم والله أبو كاتم تسلم والله أبو كاتم يا أخي محمله طاقة غير طاقته يم يعطيها العصا هذا المشكلة ما يقدر يقول له لا أراك يا اسطى انا اثقل منك ابو علي بالله يحاوشك يخرشك يدق عليه بالليل يدق عليه بالليل يرسل له سناب بالليل قبل ما ادخل دوركم يلا يكرمكم ويكرم السامعين كرمت ارسل رساله اها قبل ما تدخل دورة مياه ايوه حلو يعني تذكره انتظر الرد لا ما ادخل لين انتظر الرد اي ولا ما تمشي الا بواحد تذكر الله مره طبعا بين بين مرجان وابو كاتم سنابات اي بس هو مش ما بينهم رسالة بس هو يخصم وانا ما اخصم شفت الفرق كيف فرق 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 بس انك انت تمشي على اوامره بس احنا نخاف منه ولا نخاف منك؟ هذه مشكلة ليه ليه؟ لا عندك لا خصم ولا ما عندك الا ضحك يا ولد والله داويني داويني يا حبيبي اقول لك حاجه ابو كاتم حتى لو ما يخصم خلاص من يوم تشوفه جايك وانت خلاص والله كذا راسك يا عيونه قايل لك مورجان 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 عمرك شفت حد اخذ من ابو كاتم عصايته؟ منو؟ اسمع حد عمرك شفت حد اخذ من ابو كاتم عصايته؟
لا ها؟ فهذه لا. ليش تفرط في عصايتك؟ فهذه لا. اللي سلمها لك ابو كاتم انت صديق. مين اللي صديق؟ وانا معطيك كصديق. لا 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 سيبك من الهياط ده. اعطيتك جبتها في الوتر ولا لا؟ سيبك من سيبك من الهياط ده. لا 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 تهايط لا تهايط بخصوص انت يا مرجان. خليك يا مرجان هذا اسالك عشانك تعرف ابو كاتم وصديقه. هو وين يفصل ملابسه؟ ثوب. من اللي يفصل له؟ خارج السعوديه. ما طلبية. لأن هنا ما في مقاس على ال. النظارات. عنده واحد من الكتروف. شماغ. لأنه مقاس على مقاس خيمة. أيوه. شماغ كم مقاسه؟ شماغ كم مقاسه؟ شماغ. سلمان طلبت المتسابق. مرجع مين أعلى؟ أبو كاتم ولا اللي جاب؟ من على ابو كاتم في الوتر جابها يا حبيبي ابو كاتم. دقيقه دقيقه خلص خلص قريه كامله ما يدري ذا. ها مين ابو كاتم؟ وانا يوم اتبع ابو كاتم انا قوي. يا سلام لا 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 دقيقه لا لا اقنعك اقنعك اقنعك. طيب نعطينا من كيسنا اليوم. طيب مثلا ناقه غاليه زين حلو وراه ناقه رخيصه هي نفسها ناقه بس هذه غالي لو باعوا الغالي هذه تروح مع الرخيصه زي لا والله ما سمعي كانت ابو كاتب. طب انا غالي. لا يا حبيبي اوكي تقارني بناقه. لا لا ابو مرجع ابو يا عيال تشحط يا عيال خلوه لا يجيب لنا ابو كاتب. مرحبا شغل المايك قبل تجي الحين المغرب شغل المايك سعاده شغل المايك قبل تجي. دقيقة دقيقة تعال تعال مخلق تعال يا مخلق يا سود العالي عاد بني مخلد مخلد بالله شلون يقول مرجان؟ تعال يا مخلق وكيف الله لا لا كيف كيف وكيف يقول صلوني لا 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 السلام عليكم مرجان مرجان اقول لك شيء ابو فهد شوفني شاي ابو فهد توني جاي مرجان كليب داوني ابو فهد ابو فهد كليب داوني بصوره بعد البرنامج زين اتشرف انك تكون موجود الله يشرف اي والله طبعا مرجان ما يروح الا انا معه اساس طبيب شعبي يعني ولا وش لا لا بجيبه مايك اوكي ايش تقول يا ايش تقول له؟ جيب خلينا الف هو هو يقول مايك هو يقول وش يقول ايش تقول؟ انا قلت طبيب شعبي قداوي قلت يعني على اساس طبيب شعبي يا مرجان لا لا بس بس خليك يلا كمل سلمان ابغاك معي يا سلمان ابغاك ما تشرب ما تشرب انا مستواي اعلى منك مرجان ايه كان طلعك تقول كذا سلمان سلمان والله عندي العلم والله ما بيشب ما بينكم بس ما بيشب ما بينكم قوية رد عليه ما بيشبها بينك بس قوية رد عليه وجهة نظر هلا حبيبي وجهة نظر اسمها هذه ما اسمها ايش اسمها ايش مبدع ايش رجل مبدع هلا يا الغالي سلمان سلمان لا لا في شيء حلو في حلو في شيء حلو مرجان صراحة والله يشرفنا يا والله ليش مرجان تذكر يا حبيبي يوم اني اقول لك اول عرض راح اطلع فيه راح تكون معي انت طيب اخوي عبد الله طبعا جاء قبل امس وقال لي انهم مشاركين بالجنادريه فرقه دنان الشعبيه وان شاء الله بعد البرنامج راح اروح لامهم بالجنادريه واشارك معهم يا سلام ان شاء الله احنا معزومين واحنا معزومين فاطلب منك الله يجزاك خير انك تكون رفيق لي تسمع ولا ما تسمح الشرف لي والله قدام اكبر واحد اللي هو مغلق الله يسعدك سعيد مغلق الله يرضى قدام وقدام الحلوين الحلوين اصغر واحد سلبا والله شوف بس خليه وين عند واحد قاعد ان شاء الله بعد البرنامج اذا اعطانا عمر وعافيه هذا الحين بس ترى في شو بدر على رقم ابليس من الان تبدا تشتري ثوبك طبعا تجيب ثوب قديم شعبي وتحط رقع وتجيب لك الطاقيه هذول ام تفاحه شعبيات ابو فهد يعني تصير جاهز طبعا مرجان شارك معي في مهرجان مرجان مهرجان والله نفس الاسم اي بس لا لا تجيب ال ايه ايه خلاص لا ما بس المهرجان ما راح اقول بس صراحه اقسم بالله يا هو ابدع ابداع حبيبي يا حبيبي مرجان خلقه ربي حتى يبدع الله يخليك مرجان عباره عن تحفه ابداع تمشي على الارض
ايوه تقول تعال يا مخلع. قوية تهزابك. انا ما بشبها بس قوية. رد عليه. هذا على وظيفة ابليس. رد عليه قوية بس. هلا وش قلت قبل شوي؟ ما قلت نادي بدر.